الدجاج. من سيأتي معي إلى الزحلوقة؟ إنه دورك. تفعلينها هكذا سهلة وممتعة. سأذهب هناك. من سيأتي معي؟ أني ماني ماني مو بابا. سأذهب بمفردي. ندخل هذا هنا وبعدها هكذا. والآن سأذهب. أوه لا. ها! مرحبا. من سيذهب معي؟ لنذهب كلنا معا. اتبعوني. Ha ha ha!
مع السلامة. إذا قررت زيارة سويسرا فالمركز الأول في القائمة هو جبال الألب السويسرية ومسار التزحلق في الجبال. والمكان الثاني أول مصنع شوكولاتة في التاريخ. أريد تجربة كل شيء بابا، لنصنع الشوكولاتة الخاصة بنا. هيا بنا. الشوكولاتة يمكن أن تختلف، بيضاء، بالحليب، قاتمة. يجب النقر هكذا لإخراج الهواء، ويمكن ملأها بحشوات مختلفة. ضع الشوكولا بالثلاجة وانتظر. جاهزة. المكان الثالث للزيارة هو البحيرات السويسرية. تأكد من زيارتها ولا تنسى مراعاة قواعد السلامة. لا 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 لا. حسناً. المكان التالي الذي يجب زيارته في سويسرا هو متحف تشارلي تشابلن، الممثل السينمائي الأكثر صمتاً. ما هو اسمك؟ نحن لسنا أصدقاء بعد الآن. استعداد، كاميرا، أكشن. من فضلك قصة شعر سريعة. نعم بالتأكيد. توقفي عن العزف. حسناً. بابا بابا بابا. رأيت بابا. إن أبي بالسجن. أنقذيني. مرحبا، أريد تذكرة من فضلك. بالطبع، النقود. أوه، لا أملك المال. لا نقود، لا تذكرة. اذهب اذهب اذهب، عليك أن تذهب. ما
شكراً جزيلاً. ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ انتهى الوقت، اخرجا. حسناً. جوب؟ نعم. آخر مكان يجب زيارته هو مصانع الجبن السويسرية، فهو الأكثر لذة وشهرة. ناستيا ووالدها يدرسان عملية صناعتها. يامي. ناستيا ووالدها يأكلان الطبق السويسري الوطني فندق. ولا تنسى أن تستمتع برحلتك.